السيرة النبوية الشريفة وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. عنوان اليوم حجة الوداع. حجة الوداع. إذا أردت تساوي سمويل حجة البلاء. تسعة سمويل خطبة الوداع. تسعة تصف اسمه. إذا حجة الإسلام. من كل اسم سامع مرديني حجة الوداع المعنى ليس ذي الميت الحجة في صلى الله عليه الحجة سامسوية حجته الأولى وحجته الأخيرة. إذا صلى الله عليه وسلم دي حجة سيدي بولي الحجة سامسوية الوكي إذ الحجة أنقر صاحبة حجة الوداع معناه الحجة التي ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وودع الدنيا خطاً بعد السنة العاشرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يموت. والحلقة دي إن شاء الله عنوانها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبة الحجة الوداع المعنى ذي الحج أن يودع إنسما أكمل مرة بحضور أكثر من 100,000 صحابي. ولات بعض المصنفات تقارن 120,000. المهم المؤكد عند كتاب السيرة أكثر من 100,000 صحابي. تسمى كذلك حجة الإسلام. لماذا سميت حجة الإسلام؟ خاطرنا سيدي حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نكون كامل ونسمع طبعا يسعى إلى قد يحج حجة الإسلام يوم. هذا ما كان. الحجة هي تطوع وين يبغى يحج أين يبغى لازم رديس. ولكن سوالس يوم حجة الإسلام واحد. تسمى كذلك خطبة الوداع. لماذا في هذه الخطبة؟ هي مودع فيها المسلمين كما قلنا أكثر من 100,000 مسلم لحضر هذه الحجة المباركة اللي حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وحضروا هذه الخطبة المباركة. وتسمى كذلك حجة البلاغ. خطر في كل مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ اللهم فشل الله ألا هل بلغت؟ لذلك لا أطيل مدى عنوان الحلقة كما تعلمون نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لا ندخل في التفاصيل ولكن نذكر المعالم الكبرى. إذا هذه هي الحجة الأولى والأخيرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك دعوني أحدثكم قليلا عن نقطتين. النقطة الأولى الوفود إقبال وفود كثيرة كوفد رمضان ووفد نجران ووفد غانم وفود كثيرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها وولاءها وليتها في الولاء للإسلام والاعتراف بسيادة النبوة وكذلك بالإعلان العلني عن الانضواء تحت راية النمو. المعني الوفود قد يسام يعني في السنة التاسعة للهجرة فاضل شوية الفير السنة التاسعة للهجرة عند الوفود يسام أتصل في يسام أعلن إسلامه الحمد لله يعني في إعلانات علنية باللي ذاهب النبوة إن شاء الله تعالى تبغض فريس الرسالة تبغض فريس. وهذا اللي علاش نقول لكم هذه المعلومه باش نربطوها بما ستسمعون بعد حين ما نزل في اوائل سوره المائده سنذكره بعد حين. الامر السين النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بعض الصحابه للدعوه خاصه كما في جنوب الجزيره كما اليمن. ارسل مثلا خالد بن الوليد الى نجران داعيه. خالد بن الوليد الذي عرف بالسيف جهاد بطولات ولكن السا يلا اهل الخليفه
الدعوة إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه عني ولو أنا. لذلك كثير فيها معنى عميق جدا. ما معنى بلغوا عني ولو أنا؟ معناه بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آلاء تخفيف. هاي خلاص. إن تبلغوا سيوط وقلت تكليف أمر، عني تشريف يا سعدك باش تقول للناس قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما سعدك أسير أنفي الناد يعني يودي لكن لا يعمل مقصودي كامل ذي الجامعة ذي الجامعة ذي الخدمة ذي الشوبو ذي الكار أنت تفعل سنديم السكروال اسم الإسلام أكيد يضرب بيظهر إذا كذا نصيحة إلى آخره. إذا أنت تبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم صافي وكي تشريف يمدنا ولو آية تخفيف بمعنى ماشي حتى تقرص من حزب الطاهر ولا كاع المسلم الامام احمد ولا مصدرك الحاكي ولا موطا مالك ولا صحيح البخاري اي زمر اي تصور. خاط بوالد ارسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيه يدعو الى الله سبحانه وتعالى في نجاره. وكذلك كما ارسل ايضا ابا موسى الاشعري ومعاذ بن جبل. معاذ بن جبل اعلم الناس اعلم الصحابه بالحال والحرام. إشجعيثم إلى اليمن باش يبلغوا الدعوة إلى الله. وذكر لكم بعض المقاطع من وصايا إن يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع. هذه رواية من رواية الحديث. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جواب على الكلمة إشجعيثم أبو موسى الأشعري معاذ بن جبل إن يسر ولا تعسر. معنى الترسيخ لمبدأ التيسير ورفع الحرج الذي جاء في آية القرآن كقوله تعالى مثلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الآية 185 من سورة البقرة. وكقوله تعالى أيضا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا سورة النساء 28. وفي قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج 78. معنى آيات تضافر تؤكد هذه الآيات على مبدأ عظيم اسمه التيسير ورفع الحرج. يعني غير ليسر ليسر أورف درا أكثر تزمر فيه يوث يوث درجة درجة. هذا فقه النبي صلى الله عليه وسلم يشجع في الدعاة خطر ممكن أن يشجع ما ينسى إفكار الوصية يسمى أتي داون سوا سوا يسمى الغرضة ولكن في كيسر قال اسمه الله في بروت الله في بروت يعني خارط الطريق يملا يسير كي التيسير والتبشير حلو ممكن الآن في الدروسية الأخرى التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة. ولكن يقول التيسير ماشي معنى ترصد الرخص لا لترصد الرخص فقد اجتمع فيه الشر كله. هذه مسائل فقهية سيأتي بيانها في الوقت المناسب إن شاء الله. إن يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع. روح نسير نسمي في كيسن إن جرس تبريدي في كيسن الوصايا آمه أرسيوضا دعوة الإسلام إلى الناس. يعني هناك في اليمن بعد شو سينا الرسي معاذ ليس يا معاذ إنك ستأتي قوما خطر معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام. هذه الدعوة يا ما كاين بلاغ في خمس في دروس شو سينا يا معاذ انك ستاتي قوما كي تسمعوا روايه هذه روايه من روايات الحديث. طبعا ما نقولش كامل الروايات اللي بحال الزمان باش اليوم ان شاء الله نكملوا حجه الوداع
باش الدرس القادم نتحدث عن وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي آخر حلقة في موضوع نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إلياس لمعاذ بن جبل: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب. تصور تفرق لك أهل الكتاب. فإذا جئتهم صبروا ضروسا فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مقارنة الأولويات مراتب الأعمال إلا مقارنة فقه مراتب الأعمال. قبيل القرن اللي زوال بشوال وسني قرن في الحجنة في العشور في رمضان ما إلا العقيدة ولاش عقيدة التوحيد إلى ربي أذنا باللي ربي يونس عشان خاطر ما كانش عقيدة صافية سليمة من عقيدة التوحيد، وهي العقيدة التي جاء بها النبيون والمرسلون كما قال ربنا في سورة الأنبياء في الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ربي مد الله الإسلام يمكن الشجاع اللي شجاع ربي سبحانه الناس ربي يوان وليس عشيك. إذا هذا أصل الأصول وكيف الجدراء هي الصح الأساس أبرز التفريعات النظام بس الأمور النظام معتها أي واحد أن يدعي أنه يؤمن بنبي من الأنبياء ولا يقر بعقيدة التوحيد فهو على ضلال مبين. وإن الذين نكذب على نبينا ولكن دي قرار ربي ما ماشي الحق صافي معنا هنا نقول ببطلان جميع العقائد الأخرى منها عقيدة التثليث وغيرها من العقيدة. قلت لكم فيما سبق هذه العقيدة قديمة جدا تعود إلى العصر الفينيقي إلى 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 المرحلة الميديا مع سيادة الفينيقيون يعني وقت الحضارات وقد ذكر ذلك في مجال في لقاءات سابقة. لذلك إلى يسن فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوا لك ذلك فإنهم في رواية فإنهم أطاعوا لك بذلك معناتها ما إلا ذلك ما لا إله إلا محمد رسول الله. المرحلة الثانية يتطرق إلى أن أخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا اللي يؤكد حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول في قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 تركيز الإسلام لا إله إلا الله رسول التوحيد من بعد ياس تصلي مباشرة ما تصلي إلى ياس إلى سن باللي ربي فرض في اللاوت 5 صلاة من كل يا رياض وبيلس. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة يعني زكاة إنما الصدقات كما في سورة التوبة إنما الصدقة والزكاة كما يقول الماوردي اختلف المبنى واتفق المعنى لقوله تعالى في سورة التوبة الآية 60: إنما الصدقات للفقراء والمساكين معنى الصدقة زكاة. إن يسبيلا خلاص ومنين باللي الصابر لا يعني من الصابر بس على التوحيد إن خبريثن باللي ربي فرض لازم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. سياق علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ميزان صبر كان سمر كان ديني خص سهل ميزان من بعد تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك ما إلا خلاص طوعا أمنا فإياك وكرم الولي. وبعد واتق دعوة المهم ديال الأخير في السنة سبحان الله الناس واتق دعوة أبوذ دعوة المظلوم معناه أيها الداعية أيها الدعاة إذا كان واحد يدعو الله ويظلم مش معناه هل يستقيم الأمر؟ لا يستقيم. ديني ودينا طرأ السواد يمذل سبيل ربي
القرآن السلطات شوف ما عليه السبيل. إذا كان بعيدا عن الدين الحنيف ظلم هذا الحد الأدنى بين بني البشر لم يكن شطر. قد يكون الظلم خطأ يصدر من الظلم من الإنسان خطأ نعم عادي، ولكن حينما ينصح ويوجه ويرشد وينبه يقول استغفر الله عادي لعل ذلك القرآن ربي يعفو ويغفر ويشغل القرآن. إن يسوى اتقي دعوة المظلوم خطر دعوة المظلوم استغفر الله إن يسوى فإنه ليس بينه وبين الله حجاب نعم تقي رواية مفتحتين إلا رواية القرآن فليس بينها أي بين الدعوة وبين الله حجاب ذكي فليس بينه أي ليس بين المظلوم وبين المظلوم والله عز وجل ليس بينهما حجاب مع أربعين قبل هذا الحديث متفق عليه يعني مروي في البخاري ومسلم. دعوة المظلوم تعار خطر المظلوم الذي يؤخر ربي سبحانه عند يومها إما يشتكي يا ربي المعنى ليس هناك للظالم الذي يندم بهذا عندما في عندما والله يرحم الشاعر اللي قال لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعلى الله لا تنام. بعد وفي مسند الامام احمد في وصيه للرسول صلى الله عليه وسلم ايضا اعطاها لمعاذ يعني تصور الان في عده مواقف في توصي في توصي في توصي باش اللي ويدس فمسلي ثم قرات باش من اليمن اللي يخدم يوم شو سينا في صلاة أشو سينا إن يس يا معاذ بالنسبة للمناسبة معاذ إلى أقصي سيساوي بي عصر تسلمين الصلاة وتوقف وزادة شو القار من كفار اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعسالتك الحديث كده في معاذ إن يسي يا معاذ والله إني لأحبك نبي عليه الصلاة والسلام إن يسي يا معاذ حملك يمين الأولى أما سعد ساسين الرسول صلى الله عليه وسلم حملك إن يسي تسوي يا من فوق تصلي دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أربعين به بشك ذكرى بشك شكرى بشك عذاب إلى يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا اللهم اشتعي في اليمن إلى يسي زمن الحال وتصفر بعد سوء سنين ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري هذا في الجامعة النبوي فوسكيس فبكى معاذ لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مواقف كثيره في الحقيقه يعني تجاوزها مواقف مثيره جدا مواقف جليله جميله باش نفهم يعني حنان المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله يثني مثلا لو طلب مني ان اقول ان الخص ازمات العالم لقلت ان الاسم الكبرى هي اسم الحنان. لو كان دينينا ذا الشوك المحرك ضرب الدنيا ياكل كنز الدنيا اللي كان سيكون ميك وكذا كان ماشي كيف اكثر خسر كيف كان اسم الحنان يخص الحنان ما ولاش الحنان المحنة اما يتواجد اما ذي السواق ذي الادارة اما ذي برا ذي كل مكان شافوا بعد ذلك امشي انا ربي ولا ربي السلام الرحمن لذلك لابد من المراجعات لان حكام سنساوي يدير سنة العوام يوثي واث ونسعى واجبات كثيرة في دولة جبال في دولة باش نقول جماعة الخير النبي عليه الصلاة والسلام يعود مرة أخرى قال بلغوا عني ولو آل بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف كان جواب كان بلغوا سيغض هذا أمر ربنا يسلم النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
يلا عني عني هيك تصريس تشريف معناه شرفاء باش تهضر سيسم كاع الصلاه والسلام اما سامي يساعدك بلغوا عني خاطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد يستغفر لنا ينادوني ولو ان تخفيف وغيك الفارس دروس العباد في الحقيقة هناك دروسان كبيران مما ذكر الدرس الأول أداء واجب الدعوة أداء واجب الدعوة أنت يلاق في كل مجال متاح قلت لكم خالد بعثه إلى نجران أبو موسى الأشعري معاذ بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حنا ممكن تطلع تروح دير تصفيف ريحة بزاف حتى الفرحة لو كان تقول تروح لبوزيان لو كان تقول روح دير تصفيف في تير وردة سورتي إذا كان سيرتش إذا كان أمطار بابا فهمتوا الرسالة إمغار نتاعنا الزمان ماشي هكذا ماشي هكذا حكي غامض هذي روح ليون بلاش باش تريسي بلاش طوموبيل باش ثفاث بلاش هذي فرسي العصر باش هذي وضع ثلاث دار في النظام باش هذي الزاد تراويح هذي الحق الرسم مع العشاء هذي الزاد تراويح هذي نحن ساعتين ثلاثة الصميض الهواء يسافنان الزروان إلى آخره مين من القوث اللي راه يجري بها ما نقلبوه من مين وقت المغرب هذا زياد سكان هكا يو قالت لي هذا شو سعني يعني هي الكويتور ساكي يا طوموبيل يا بورتابل يا كلشي الى اخره هذا الكلام وجه الى الشباب اللي يقول انا ادعو الى الله تدعو الى الله تمرمد تمرمد يعني ساعدك اذا كنت من المتمرمدين ماشي المتمردين ساعدك مع العملية الإسقاط صافي اليوم كي قال ابو علي قال يا رسول الله اليوم تبع بزاف خلاص جي كان ذاك كان المدينة قوبة قوبة معليش خاطي نفذ ولكن على بالكم معاذ بن جبل ما حضرش جنازة النبي صلى الله عليه وسلم هي تصور واحد منكم ما حضرش جنازة النبي صلى الله عليه وسلم وسيخ دراك وما حضرهاش إن لبث معاذ في اليمن إلى ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا حزن أنه ما حضرش جنازة النبي صلى الله عليه وسلم الزين شيء خفيفا وريح ديار ربا في الصحابة جنازة النبي صلى الله عليه وسلم صافي الدرس الأول هو أداء واجب الدعوة وقد قال ربنا في سورة النحل في الآية 125 ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجدهم بالتي هي احسن. الخلاصه الثانيه العبره الثانيه الدعوه الى الله بمنهج. لا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذيك الوصايا كامله اي واش وصايا الله يرحم الله يرحم مزوره يا ربنا اغفر لنا ولاخواننا سببنا بالايمان كما شرط يوسف تقليد هذا السلام اسمه وتسمع سعي وتسمع سعي إنك زي كاسين تربي الشيخ ويا بض باش تدي فيك الشهادة التزكية ليكزام ماشي ليكزام ورقة سوستيل كل يوم دينا هو زاد الشيخ الشيخ ميزان لله قرا لله تا مسكيت لله تا قبيلة لله لا ليا يوضع يوم اللي عندي زاد الشيخ شغل ليكزام اورا اهضر باش تقول ينطق يناياس ربي ثابو ظلم الطار يوفق جعل ذري نوز الفطار ان ديدا يسوق ثابو ثمين ديس وحدي نوز من حدا سيغاق وليدها من الشيخ اللي صغار يا روحك روحك الميزان انت انا عم الشيخ ان يسوع قرر ندم جعل ذري نوز الفطار ان ديدا يسوق سي نورمال اثري في كاسكان هذا اللي متاخر القيمة يسوى شهر الصخرة هذا يسوى نفغا ورا يسوق سوا والو يا خا كي ديرو في الدار من الله هاكا اللي يمشي للسوق غادي يسوق سوا والو غادي يقضو سوا والو يعاود اسم بن ياسر ربي فهد الظليم الطاعة اللي وفق جعل ولي وظل في الطاعة ان دين دار يسوق ثا
سبورت ما يبدي سوحنين أوريس بير حتى السياق أكتفي بها. ثورة نروح مباشرة إلى حجة الوداع وخطبتها، يعني إسناد النووي في حدود ما بقي من طبعا خطبة طويلة، لذلك أكتفي ببعض المقاطع من هذه الخطبة مع التعليقات، يعني عن نظرات بالنظرة كأخرى هذه الكشفة، يعني نظرات فرنسا. أولا اختلف الرواة، هل طار النبي عليه الصلاة والسلام يروح مكة، يعني انطلق من المدينة أولا خمس ليالي في يعني قبل نهاية شهر القعدة باش يروح، هذه حجة. اختلف الرواة، هل طار بس الخميس ناخذ بس الجمعة يكفى ناخذ بس السبت. كنت في كلمة ترجعها عندي والله أعلم حسب ما قاله ابن حجر العسقلاني بأدلة ذكرها ابن حجر في الفتح وكذلك ابن سعد في الطبقات إليه بس نسيت يكفى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يهم كثيرا على فكرة، ويمكن اختلاف مع لا يهم كثيرا على هذا يهم يروح بس الخميس نجمع نص المهم يروح يوم 8 يوم طروي الى ذي ميناء تدور يوم 9 كما سنشاف بعد حين الى ذي عرفات فرسل من خطبه النبي صلى الله عليه وسلم خطبه يستنكر خطبه الوداع ويوم 10 الى ذي ميناء يوم الحج الاكبر الى اخره. وكذلك اختلف الرواة ايضا حتى طريق الشب النسك التمتع نغل الافراد من القران كما في حديث عائشه منا من اهل بكذا منا من اهل قلت ربي شدوا لهيمية وغنى ما كانش يعطي باش نفهم كل النسك كلها مشروع خاطر من لا يمكن خاطر احيانا بعض الناس يسمع هذا روح هذا الخدمه كي يخدم النبي عليه الصلاه والسلام يخدم النبي عليه الصلاه والسلام ماشي قال ثلاثه قال الحج اكشم استمتع يعني اسم العمره شما ربي عمره يديك وكذا لبيك اللهم عمر متمتعا بالحج مثل كفر الأمرين والتربية للإحرام الجديد وكذا تفاصيل الحج تعرفونها ونص القراءة نص ست إفراد في خير وبعد هذه النسك كلها مشروعة ونقول للشخص أو ننصحه بنسك من هذه النسك حسب ظروف ما إلا يوصل اليوم اليوم الثاني مكسر خماكة ما إلا يوم يروح 10 أيام 15 يوم قبل يعني الناس كيفاش يستمتع أي خير وهكذا يعني في تفاصيل فقهيه نكتفي بهذا البيان الرساله وصلت الان هذه الخطبه التي ستسمعون معظمها تحتوي على تشريعات واحكام ووصايا وارشادات مهمه جدا من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم. الخطبه هي ليست تشريعات احكام شرعيه لا ليست وصايا ديت وصيت عليه الصلاه والسلام الصحابه. نيغاميت مثلا الخطبه يعني خطبه الوداع في حجه الوداع في حجه الاسلام في حجه البلاغ. النبي عليه الصلاه والسلام قالها امام اكثر من 100,000 هذا الحشد الكبير من المسلمين عند في عرفات يوم 9 من ذي الحجه. بكوسنا عرفات ذي عرفات وعرفات كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذينا يخدم الخطبه هي تسلم بمعظم من فقرات النص يوم 9 من ذي الحجه كما قلت في عرفات الناس ايها الناس ايها الناس اسمعوا قولي اذا كان اسمعوا خاطر جماعه الخير الانصات والاستماع زبسات هما إلا وسلمنا وتركيزنا وفهمنا وصوتنا إلى آخره وسيدي العلماء اليوم عندهم ما قالوا في هذا كلام طويل جدا من كل يوم أصحاب الدعوة الإسلامية أصحاب التنمية البشرية أصحاب السيكولوجي والسيكولوجي والسيكولوجي إلى آخره كل هذا أما في المعلمون وربون إلى آخر الكلام اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عيني هذا
قرن السكويتي فاز السا في اليوم العاشر العاشر من ذي الحجة وجلس وسن ديالو كاع سنة يفارق هذه الدنيا ويلتحق بالرفيق الأعلى. نبي عليه الصلاة والسلام للناس فإني لا أدري لا أدري طبعا الموت في يد الله ولكل أجل كتاب فإني لا أدري لعلي أن لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا المسلمين كنت اسمه قرارة كنت اسمه زرارة بعد سكوسك سكوسك إذا انقرر بهذا الموقف أبدا. لذلك تسمى بحجة الوداع بخطبة الوداع بحجة الوداع ينس بهذا الموقف أبدا على خطر سيجتمع به البعض في المدينة بعد عودته ويموت في المدينة ويدفن في المدينة كما تعلم عليه الصلاة والسلام. وكذا مدخل كلهم في حالة انتباه مطلق كلمة لا سوشنا بمنسان باش تسلم بس حسن اذا شديد في صلاه يسلم في هذه الخطبه المباركه. الناس ايها الناس ان دماءكم واموالكم عليكم حرام. في روايه حرام عليكم حرمه الدماء باش نزر حرمه الدماء ظل حرام يولدنا وايض حرام جرائم القتل اللي راهي موجوده الان بين اسره المسلمين يريد سلما لاغتيالات ميك مخالفه فيه ودوال سير كي لكن لا نعبد الوسوء كرر اول جريمه في الحياه في الزرع يروى له الادم يروى له قابل هابيل مخالفه هابيل تقبل ربي قابل يتقبل ربي قال لأقتلنك مباشرة أكسين قابلا كما يقول القرآن قال لأقتلنك إذ خالف فيه ما سينسك الغضب ولكن كما سهلين إن أسلم إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أيضا إني أخاف الله رب العالمين يستقبل ربي وقال ربي ولا أصدر نفسي بشيء الغضب إن يمكن خارج سوى ربي. يرحم ربي سينا أول من سوى ربي. خطر من سوى ربي يتسفس فينا ما يظلم يحمل رواية الطاول يحمل سليم الطاول الوالي الطاول ولي سليم الصوف بني سوى هكذا الذي لا يخاف الله يتمتع برؤية الدموع ويتمتع بسماع الأنين أنين المظلومين. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا عرفت في شهركم هذا شهر من أشهر الفرج شهر الحجة في بلدكم هذا أي في البلد الحرام مكة المكرمة ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع يعني كل العادات الجاهلية تجهل في الدين دائما نبي عليه الصلاة والسلام بدل كل ألوان الجاهليات وصور الجاهلية لأن الإسلام جاء مجددا وجاء مبددا جاء يجدد اي قيمه حلوه افكاس القوه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وفي روايه اخرى صالح الاخلاق اذ النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا راه في ولاد الفلوس ديالو هذا سوء خاطئ اين الضيوف اين ايه كنت تشوفوا عند الجاهليين هذا عندهم واحد العالم كيف هو نشره رائعه جدا والوقت ليس باش نعطيكم امثله اقراوا الشعر الجاهلي ستجدون العجب وتسمعون العجب يا الله الله في الوجزاء الله الله تصور كذا هذا المسلم الى كان زرقاء عليه الصلاه والسلام نبي ورسول يزرع شدي قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق السخيه وصالح الاخلاق
لذلك أما الجاهليات هي كثيرة، كثيرة جدا. في هذه الخطبة الجليلة قال بصريح العبارة عليه الصلاة والسلام: خلاص إن يسوى إن ألا وإن كل شيء، كل شيء تفيد الشمول، معنى بلا استثناء، أي حاجة نتاع العادات نتاع الجاهلية وكذا ما بقى لهاش وجود. دايما من أمر الجاهلية تحت قدم الموضوع، ودماء الجاهلية موضوع، معناه إلغاء الثأر، نفي الثأر، خاطر إلا صار في الوقت منين، يون ما لغات ويظهر الإنسان صافي لغاك منين، شحال حروب قلال داحس ولا أمرا، شحال 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 ثلاث الحرب قبل 40 سنة، ثلاث 70 سنة، على جال ثلاث على جال حاجة خفيفة تكر قرة، أثرنا قرة حرب لا تنتهي، جاهلية فأر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الآن مازال بعض العادات الجاهلية عندنا معاشر المسلمين، ألست؟ لذلك نقول الجاهلية ليست مرحلة تاريخية منتهية، هي مرحلة صحيحة ذات، ولكن عادات تتجدد، موجودة عادات جاهلية تماما. إن يسن بعد رؤسين بعد ما ألغى الثأر وهي الإنصار، وربا الجاهلية موضوع الربا، هذا حكم شرعي في صميم الاقتصاد، في صميم المال والأعمال والسوق إلى آخره، أي غرض؟ إما هي الربا، ربي قال في القرآن: وأحل الله البيع وحرم الربا. وعلى بالكم اسمحوا لي يعني فقط يعني ما يسمح لي شوي نعطي تفصيل أكثر دقة، خاطر كل هذا الكلام تاع النبي عليه الصلاة والسلام جبدوا له من القرآن، إيه مثلا فريق تاع الدماء وكذا، علاش قال ربي سبحانه القرآن الكريم: من قتل نفسا بغير نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مستحيل في جميع فلسفات الدنيا وما أنتجه العقل البشري من فلسفات ونظريات ما قالش مكان ولا قوانين قديمة ولا حضارات قديمة ما كان حتى واحد أعطى قيمة للإنسان كما القرآن، صح؟ القرآن قال اللي يقتل واحد كيشو يقتل كاع المنظومتي، وين تلقاه؟ تلقاهاش، ما تلقاهاش. هو اليهود الذين حرفوا وظلوا وأظلوا كما ورد في التلمود الكتاب المقدس رقم 2: إن من قتل غير عربي غير يهودي فقد قدم قربانا للرب. أنا عامين اليهود الصهاينة، هنا كما يمثل وين الغنيون ماشي هنا يهودي، يقرر ربي سبحانه، ربي قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حيث نقول أنه هو الخطبة المباركة آخر خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام عندها كم جذور إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في سننه السابقة التي ذكرها في مواضع عدة. من بعد ذلك الربا، وربا الجاهلية خطر، الربا مدمر للقيم، الربا يتصوص القيم، الربا صانع الأزمات، يخدم لك الإنسان كي تزوج ايكونوميكي كبار في الدنيا بعض السبب بعض السبب الربا، الربا يمحق الضعفاء الى اخره، الربا حرام وربي قال في القران: واحل الله البيع وحرم الربا. بعد مش كيف غيرتس لما يعني سيد فاميلتيس الى هو اول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب الله يبارك، فانه موضوع كله هاي زوالي فاميلتيس العباس. من بعد كلمة العباس طبعا تجاوز بعض فقرات أيها الناس إن الشيطان قد يأس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا. الله أكبر، العباس مسلم قال الشيطان يأس، يوس الشيطان باش يتوعبد ذي البلدين، سؤال طروح
سمعتم بما يسمى بعبدة الشيطان؟ الآن بارك الله فيك. أنا عامين الله كلكم وعي الله سيدي الحلقة إلا قد نكمل والحلقة ديال دون نكملو كامل باش نشوف في موضوع آخر وإلا تصيح للإنسان خلاص هي عبدة الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبة الوداع أيها الناس إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرض هذه أبدا. شفت سيدي سيدنا حوجيت بعد ولا ورس ولكنه يعني الشيطان إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم. هو الشيطان شاطر ما إلا أنه يظهر بشكل الإله أسي المهم تعصي تعصي ربي وخلاص دير أي حاجة الربا الرشوة المهم تمرمد في المعصية الشيطان هكذا يدير صعب ماشي صعب يلا باش نفهموا بلي عدو ربي سمى الشيطان سمى عدو مبين سمى عدو مبين. الله يرحمك يا المصيرين قال وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك مصحف التهيم. النفس والشيطان الشيطان والنفس النفس نفس الأمر باسم واش خبر ربي سبحانه على لساني يعقوب على لسان يعقوب يعني والد يوسف نهار اللي جاوا أولاده يبكي بكاء وجاوا أبوه عشان يبكوا إلى آخره وبعدين وجاءوا على قميصه بدم كذب يعني باش يكافحوا كاع الجريمه تاعهم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكذلك اول جريمه وقعت قبيل مش قال فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله صوت الآية. اذا النفس والبصيرين في أضلاع الناس لكن نت والنفس كالطفل إن تهمل شب على حب الرضاع وإن تفطم وينفطم أستغفر الله من قول بلا عمل فقد نسبت به نسا لذي العقول. المدينة وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك المصحف الدهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والإمكان. من بعد أشهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروه على دينكم مع الصوع على خطر الدين قناة الدين إذا انكسرت فلا تجبر فليس لقناة الدين جبران خلاص فاحذروه على دينكم. النبي عمر الخطاب كسر المصيبة واش يقول؟ يقول كيف فرحات فرحات مي ضرر المصيبة كانت فرحة ثلاثة فرحات خمس واروث إنك أنها لم تكن في دين مصيبة الفار تكسر يرز الفار بالمبيل خذ الفار يرز لا الغشي يرز الفار في الوين سلتو ما طومبيل تشتت يا بابا اسمع الظلم ما كاين شنو المغرب باش يكون على الفار يرز خاكينا يوعر من ديك ولا ديك ولا عقلت شو وذ غابي مسلت تصلت الوفاء خاطر كان كي الوفاء ديك ولا ما درزوت هكا قشيشي غني الراس ثمتوس ميزا سيري كيوت صلاة ريزيرجونس طوموبيل لي كذا وكذا من بعد لا وصلت بدي قرا كل ما سلم اذن يخدم قرا حي على الصلاة كامل حي على الفلاح واش نقول كي نقول وقت لا حول ولا قوة الا بالله خاطر جينا الصلاة بقوتنا جينا بحول الله وقوته ولا لا سبقوا كيما راكم كاع كيما رانا كاع جينا ابي ولا بالطوموبيل المهم جيت دخلت الجامعه ابي برجليك سالوا دارنا ما سالي اتصلوا سالي دارنا بالك يبغى تبغى ولا شي كابوليس يبغى ولكن هذا هو اسمي لا لا دايما القاص قبيليس انت يسوى الاول يفعل ايها الناس اخر الناس احذروه على دينكم. من بعد يكمل إنك أيها الناس إنما زيادة في الكفر يظن بها الذين كفروا إلى آخره وبعدين المدينة وإن الزمان كل الفكرة الأساسية قال لكم الآن آه
حول فكرة عودة الزمان، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فكرة مسألة فيها تفاصيل كثيرة، ولكن تكفي هذه الإشارة. عودة الزمان رقم اثنين. الفكرة الثانية باللي الحج أشهر معلومات، فهمت؟ والصيام أيام معدودات، والصلوات ركعات معلومات إلى آخره. وإن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات، طبعا القعدة والحجة والمحرم ورجب وضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الأخرى أشرنا إليها فيما سبق في حلقة من حلقاتنا، لكن فقط كان هناك إشارة أخرى للاهتمام بالزمن. الزمن، الوقت، الوقت في حياة الناس وفي حياة المسلمين خصوصا، الوقت. إلى وين سكن قيل الوقت؟ أليس كذلك؟ حياتنا تتشكل من سنوات وأشهر وأسابيع وأيام وساعات ودقائق وثواني. الحسن البصري رضي الله عنه يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بحرك. أفنى دمش بسام سيدي سعد بن سيمي العمر الله يتسمراسي 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 المعنى في بوض الدشن. أم بعد شمس النبي عليه الصلاة والسلام إن اتقوا الله في النساء. ويتسوي من قتل أولي يتسوي عنه. لذلك إذا إلى محمد رسول الله نفض بشتا مطوث ودن قرار الحمد لله إمي كلهن سلمان إمي نسعان فيه إكس حزيب الفلانة إكس خميم الفلانة ذي الخطبة تنكروت ذي الحياة سيس يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة وانت تسوي راهي في الفتيل ذكي وثري ولكن استوصوا بالنساء خيرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لاوين الخير، اتقوا الله في النساء. قال ابو اثر على كل حال ولا من كثير ولا ضرب ولا ضرب يا ياسين باش تفرح باش تصير زعما في الليل. انا هكذا يعطيك الصح باش يعطيك الصح. النبي صلى الله عليه وسلم يتلون ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. انا عامل ثم تصنيع درس وياسس خير ربي. اتقوا الله في النساء الاخرى. المدينة فإن فعل ذلك يعني بين لا والغلط الشلط. النبي صلى الله عليه وسلم يسمح للجنس البشر أدبي إلى تأديب حق التأديب، وهذا الأمر مبين بالتفصيل في القرآن موجود في القرآن يعني مراحل التأديب. ولكن متى؟ عند النشوز، في حالة النشوز. ما معنى النشوز؟ معناه عدم طاعة أوامر الزوج المشروعة. تنطف ميلة الصغر والبقاز في دائرة الشرع يسعى لحق الدب. ولكن التأديب كي ماشي في التنقرات، ماشي في ثم ديال سيرتي الجرح، ولا سيرتي سيرتي ديليجونس، ماشي سيكال. لا مشاكل. إلا صح الإشاء سوى كما يقول العلماء سوى. المهم الإشارة فقط تكفي. وربما ثاني أيضا هذه الوسائل اللي راهي موجودة في القرآن الكريم. أذن نفوس بركاز أماكن دواوي أذن القسم نفوس الطبيب. الطبيب يسعى كلش. للبلوك يسعى كلش. إلا دواء إلا في سكينة إلا كلش. أماكن دار لا القسم. أما شي ولي بغض كان راه مشلح. خاطئ يسخن مش ولا هكذا. ونفس الشيء لذلك احيانا الرجال والنساء يخطئون في تطبيق النصوص ويختفون وراء النصوص. كذب سدائنا كقرار خاطئ حين يكذب القرن دينا فاضربوهم يلا خذ ما اعطاك ليس هذا. من بعد ذلك النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الخطبه المباركه: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
معنى تسلسنا وثلاوين اللبسة والقوث بالمعروف، بالمعروف ماشي معنيس، معنى أصبت أسبر تنوان أيا ماشي كي الرسول وصف لنا نبرك يحسو الكولاس الحو في بلالي أبدينا بالمعروف، بالمعروف يعني بالمعروف ما داخل كل شهرين أو كل ثلاث شهور نعم كل عيد نكتب نعم نزيد سي العيد غير عيد أليس كذلك؟ أيا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى وش قال؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية أن يضيع من يقوت، وربي في القرآن الكريم وعلى المولود له رزقه منها وكسوتهن بالمعروف، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من بعد تعقلوا أيها الناس يهضر يولى مباشرة خاطر من اللي ولا غادي يفهم مما إلا غادا يحبس كي يفهم العقل، العقل يفكي اسم في صلى الله عليه وسلم أزل ذا القرآن في الخطبة فعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت صور الرسالة خاطر ربنا يسمي القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بعد إذن قد تركت فيكم ما لم تضل بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إجاب كتاب الله القرآن الكريم أخذ السنة صلى الله عليه وسلم هذا هو ميراث ما لا تصدق السم ولا شرب وتضع على العقرة وفريد أم بعد إن يسأل يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي لقد يهضر العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي حاجة كبيرة بزاف الحاكم والمحكوم الحاكم يسعى الواجبات يسعى الحقوق والمحكوم المحكومون سعى الحقوق وسعى الواجبات من هذه الواجبات طاعة ولي الأمر ولكن ما أطاع الله لكن وما أقام فيكم كتاب الله تعالى وصدق الله إذ يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في حدود طاعة الله ورسوله أم بعد إن يسأل أيها الناس وغدقاء أيها الناس اسمعوا قولي اسمعوا كل مرة يؤكد على السماع سلف واعقلوه يضاف مرة أخرى إلى 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 العقل اعقلوه سلف أحسن فهمت المدينة وأن المسلمين إخوة اسم كفاية زيد وغد اسم كفاية بل لا ربط الأخوة بين المسلمين وين قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ذي مثنى ذي الإسلام ثلاثة كلمات دم نسب قرابة إذا مثلا شقيقة كذا دعوة إلى آخره ثلاثة كلمات بالله أخوة في الله وربنا إنما المؤمنون إخوة وأن المسلمين إخوة أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت وستلقون ربكم ربت قبلنا فلا ترجعوا بعدي ظلاما يتحزي يتولي غرزة النبي صلى الله عليه وسلم إن يضرب بعضكم رقاب بعض سورة ثانية سلما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وين يوفى بكمس يزمى سفر هما كثور وسا لو كان سفر دين سلما غادي يسلم نتوما كلا صبية صحيح ويا خدما بلانيفيين هكانا الكراث الفتنات الشوال هاد السلوف والشوال ديال انسلمان انسلمان اذكر يا رب لا وليت نزلزل سلاح نزلزل سلاح بيان سور ولا قال هذا خسر تونسي لا تنسل لا خسر سفر السلاح الى قذيفه ورينا كنا رينا نسلم كنا رينا نسلم باش نصرايت مثلا الخطبة يجي إلى قسم مرة بليث إلى أتغرى وتفهم والسلام لبدا في ولا رسم ولا وسم
إذ يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب. ويلي حضرة أدي السيوطي ويلي غائب. أم بعد ليش تنتقم المسلمين أكثر من 100,000؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت. أنشهد باللي صوت بالرسالة وأديت ونصحت. من بعد نلا ستسلم الناس اللهم اشهد، في رواية فشل اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ذاك الدفاع خطوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذاك صار من بعد نزل الآية عند دين ربي نرى تسحفتي هو اليائسة عند دين ربي سبحانه. اليوم يئس الذين كفروا، اليوم اكتمل الدين، الكفر العالمي كفى، ما عدا البعض يقول النبوة صارت سيدة، وفود كما قلت لكم في الشافعي، يعني وسام يعني انتماءهم وأعلنوا ولاءهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولله عز وجل. لذلك القرآن يسجل هذه اللحظات التاريخية المهمة في تاريخ الدنيا. إن ربي سبحانه في سورة المائدة الآية الثالثة جزء من الآية: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. الكفار يئسوا من ديننا ولكن لم ييأسوا منا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.